الفاضل أرحب بكم في هذا المساء لافتتاح هذه الجلسة المسائية بآيات من الذكر الحكيم ومشاركتهم في إبناء النقاش العمومي حول هذا الموضوع الهام. آمنين أن تشكل فعاليات هذه الندوة الوطنية فرصة لتعميق النقاش وتبادل الآراء. وبطبيعة الحال أريد قبل أن ننطلق في هذه الندوة هناك كلمة ترحيب للمنسق لحزب التجمع الوطني للإحرار. نلتئم اليوم بدعوة من تنسيقية حزب الإحرار بجهة طنجة طوان حسيمة لمناقشة والمشاركة في هذا النقاش الوطني المتعلق بمدونة الأسرة، خصوصا وأن هناك نقاش وجدل وطني مهم استمر لما يزيد من عقدين من الزمن حول مجموعة من البنود التي تهم مدونة الأسرة، سواء في الشق المتعلق بتزويج القاصرات أو ما يتعلق بحضانة الأطفال أو ما يتعلق بمسألة الطلاق ومسطرة الطلاق، بالإضافة إلى توزيع الممتلكات إلى غير ذلك من كل هذه القضايا. والأهم من ذلك هو مؤسسة الأسرة التي هي الأهم في هذا كله، وبالتالي سوف يشارك مجموعة من الأساتذة الجمعيين ورجال القانون والمجتمع المدني في هذه الندوة. فالأمر هنا لا يتعلق بانحطاط امتيازات مجانية، كما أضاف جلالته إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة نوعية إلى الأمام فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة. هذه الندوة ديال مدونة الأسرة وآفاق الإصلاح تأتي في إطار فتح النقاش العمومي داخل المجتمع للنظر في هذه المدونة التي عمرت باعا طويلا والتي تقتضي حاليا أن ندرسها وأن نعرف الخلل الذي يعتري تطبيقاتها، ومن خلال الواقع المعيش فهناك عدة نواقص وجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. شي واحد يقول لي باسم النفقة يجب أن تتنازل عن جميع الحقوق، نهائيا مدونة الأسرة هي قانون طبعا يؤسس للأسرة وطبعا يعطي لجميع مكوناتها الحقوق والواجبات. ربما الزوج يكون عنده مشاكل في العمل، ربما لا في حتى شي مشكل، هذا لان هذا تعاون، الاسره تعاون، هذا مجهود مهم يجب ان يتم الاعتراف به ويجب ان يتم اخذه بعين الاعتبار. المحافظه عليها تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية. هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى هذا القانون. فعلية وحقيقية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.